الأمر الذي كان ينتظر الجميع، خاصة الذين يشتغلون في الحقل القانوني والقضائي. نعم. كانوا ينتظرون بعد استثارة مسألة الأمن القانوني الذي من خصائصه ومن مميزاته ومن طبيعته ومن شروطه هي جودة النصوص، وجود نصوص ذات جودة، نصوص نوعية، نصوص لا يمكن لأي جهة قضائية أو جهة أمنية أن تتلاعب بها أو تتغول من خلالها أو تفسرها لصالح جهة ما. وهذا ما مشات إليه كثير من التشريعات في العالم، هي ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة هي مسألة الأمن القانوني وجودة النصوص. هذا مسألة مهمة ومهمة جدا. قبل الحديث عن التعديل قانون العقوبات، يجب أن نؤكد بأن السلطة في الجزائر رغم أنها دستت مسألة الأمن القانوني، لكننا لم نلمس هذا في مشروع تعديل قانون العقوبات أو مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وكثير من مشاريع القوانين وحتى بالقوانين التي صدرت بما فيها قانون الإعلام وغيره، يعني أن السلطة الجزائرية وضعت مسألة الأمن القانوني مسألة حبر على ورق موجودة فقط في الدستور. لكن عندما نرجع إلى طبيعة النصوص خاصة السياسية منها التي تتعلق بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة، نجد بأن السلطة في الجزائر التي دائما توظف، أنا قلت توظف في كل مرة أكد بأن السلطة توظف دائما الأمن والقضاء، وفي الفترة الأخيرة بالغت في توظيف التشريع كذلك اللي صار بمادة 87 مكرر، أعطت السلطة انطباع حقيقي بأنها توظف المجلس الشعبي الوطني والسلطة التشريعية، توظفهم لصالحها بشكل مفضوح وبشكل واضح. نعم. يعني توضع نصوص يمكن من خلالها أن توضع يعني سيطرة وتوضع قمح من خلال هذه النصوص. فالمشاريع مشاريع القوانين، قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية، لم نلمس فيه أي جودة للأسف. لا توجد نصوص ذات جودة، ولا توجد نصوص ذات نوعية، ولا توجد حتى نصوص تراعي المادة الدستورية التي قالت بضرورة المضي قدم نحو أمن قانوني حقيقي. أن عندما نتكلم عن الأمن القانوني نتكلم عن أمن قضائي، عندما يكون نص واضح، يكون نص غير فضاض، يكون نص لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب به، يكون القاضي في أريحية. يعني حتى مسألة ما عدم استقلالية القضاء تفرض نفسها وتصبح أمر واقع إذا ما كانت هناك نصوص قانونية واضحة وذات جودة وذات نوعية لا يمكن لأي جهة أن تفسرها كما تشاء أو تتوسع في تفسيرها. لأنه عندما نتكلم على قانون العقوبات نحن نتكلم على نص عقابي، على نص جزائي، لا يمكن لأي قاضي، وهذه من خصوصيات النص العقابي، لا يمكن لأي قاضي أن يتوسع في تفسيره. أي أن النص العقابي يجب أن يطبق كما جاء في حرفيته، ولا يمكن لأي جهة أن تتوسع في تفسيره أو تتوسع في تطبيقه وتضيق بشكل كبير مسألة السلطة التقديرية خاصة في مضمونه وليس